انا يهمني موضوع حمد الله، في احد يبغى يتداخل فيه؟ انا اشوف انه هذه شخصيه حمد الله يا ابو نواف. شخصيه حمد الله هي الشخصيه التصادميه موجوده حتى لما كان في النصر، حتى مع منتخب المغرب دائما عنده هو التحدي مع النفس، التحدي مع الاخرين دائما موجود. حتى ما تشوف يعني ساعات فرحته مع لما كان يضيع، اول شيء لما كان يضيع بلنتيات الثقافة ركلات جزاء، وبعدين لما يسجلها يروح السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. أصدقائي اللي أول مرة كيشوف القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بجديد ديال الفيديوهات. خليوا الآراء ديالكم في التعليق على هذا الفيديو هذا، وكذلك اللايكات والبارتاج يوصل لكاع المغاربة. أنا في هذا الفيديو أصدقائي نشوفوا الإعلام السعودي في أقوى تدخلاته على الجلاد عبد الرزاق حمد الله وماذا قالوا عنه. غادي نخليكم تشوفوا اللي من اقوى المقاطع على عبد الرزاق حمد الله، ونتلاقاو اصدقائي في اخر ديال الفيديو. النقاش الكلام تكلمنا على رغبه وشغف وقتال على كل شيء. لا مش اليوم اتكلم، انا في معظم المباريات بستسلم. هذا هو هذا يتحدر يعني هذا حمد الله، هذا حمد الله مسجل هدفين وهو مش موجود. الحمد لله هذه هو ماكينه اهداف ما شاء الله الحمد لله. يعني سلاتن بنزيما بتقول بتقول الحمد لله على بنزيما. بنزيما شوف لي اللاعبين اللي معهم ترى ما ساعدوه، انا من وجهه نظري ما ساعدوه اللاعبين اللي معه صراحه. ما هو زي كريستيانو، ما هو كريستيانو اللي وليش ساعده الحمد لله؟ كيف ليش ساعده؟ كره ثابته ترى الحمد لله. والهدف الاول، والهدف الاول نفس الطريقه ترى، يعني ياخذ الكره يقول له حمد الله شوت يا حمد الله، وصلع جولين ايوه. وبعدين غير كذا وجاب جول. شوف حمد الله لما نتكلم عنه ترى احنا ولا عندنا علاقه بحمد الله ولا ليني، لكنه لاعب اتحدى فيه نجم سعودي الان في الدوري السعودي راس حربه زي حمد الله، اتحدى هداف. شوف بعدين الشيء الثاني اتخاصموا شالوا وحطوا وبنزيما ما يبغى حمد الله، حمد الله ما يبغى بنزيما. شوف التناغم الكبير بين في ناس تستقصد أيوة انه تسوي المشاكل دي عشان تهزها. وصدق وصدق نعم هذه نعم المشاكل اللي بيصنعوها على حمد الله تزيد وصار. يعني جمال عارف شركاء يعني ولا وشو؟ لا لا ما شركاء ما تعزيز ما يحتاج لا 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 دقيقة دقيقة وش قال وش قال ابو عبد العزيز في بداية كلامه؟ لا هو بيتكلم في ناس لا 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 ترك خطاب ابو عبد العزيز واضح للمتأزمين. وين قال؟ في نادي الاتحاد، في النادي نفسه، في نادي الاتحاد. لا 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 سامع لا 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 مو في نادي الاتحاد. خليته شركاء من وين؟ وش قال؟ مالك انت تعرف وين؟ دائما المهاجمين الخانة هذه فيها يعني غيرة، فيها غيرة كبيرة حقيقة، فيها غيرة. وهذا وهذا وهذه وهذه صف من صفات المهاجمين يعني على مستوى العالم. ترى ما نتكلم عن شخص، احنا نتكلم على مستوى العالم. المهاجم اكيد اكيد عنده غيرة اذا ما كان غير المهاجم ما حيصير مهاجم ولا حيصير. فهي الان في يد الاثنين يعني بصراحة ما هي ما تقدر في احد بيتنازل. بس انا من وجهة نظري نجاح بنزيما بوجود حمد الله معه في في الملعب. كيف؟ ليش؟ نحن شفنا الثنائيات، شفنا الوان-تو اللي قاعد يتلعب بين حمد الله وكريم. يعني كريم من اللعيبه زي ما تكلمنا مع حسين تحت الهواء على فيرمينيو، فيرمينيو يحب يكون عنده لاعب تسعه في ال 18 عشان هو يخدم عليه ويخدم على اللعيبه اللي يجوا من وراء. وبنزيما نفس الشيء تقريبا قريب من الاسلوب هذا. انا من وجهه نظري انا اشوف وجود حمد الله لنجاح بنزيما مهم. ممكن نشاهد الاثنين يلعبون مع بعض كثير، والكلام اللي حمد الله سيغادر، والكلام اللي على حمد الله سيغادر. هل سيغادر؟ والله انا ما ان شاء الله ما يغادر. انا من الناس اللي اتمنى بقاء حمد الله. وبالنسبه للمشكله هذه اللي يقولوا اتحلت بين المدرب وحمد الله، انا كنت اتمنى ان هالمشكله هذه تنحل قبل مباراه الهلال، مو بعد ما تصير المشكله ويوقع الفاس في الراس بعدين اجي ابغى احل المشكله. انا لازم احل المشكله من وقتها، يعني ما اخليها تستمر اكثر من ساعه. في مشكله هي في مشكله على على اللي شفناه انه لا لا على حسب معلوماتك وانت قريب الاتحاد في مشكله. على حسب معلوماتي ما ادري انه كان في مشكله، بس يوم المباراه عرفت انه كان في مشكله ستحل واتحلت في هذا الموسم بعد الاتحاد. انا ارى الابرز. لا دقيقه قبل، انا يهمني موضوع حمد الله، في احد يبغى يتداخل فيه؟ انا اشوف انه هذه شخصيه حمد الله يا ابو نواف. شخصيه حمد الله هي الشخصيه التصادميه موجوده حتى لما كان في النصر، حتى مع منتخب المغرب دائما عنده
هو التحدي مع النفس، التحدي مع الآخرين دائما موجود. حتى ما تشوف يعني ساعات فرحته مع لما كان يضيع أول شيء، لما كان يضيع بلنتيات الثقافة ركلات جزاء، وبعدين لما يسجلها يروح الجمهور يقول له اسكتوا. نفس الشيء برضو كمان تحصل مع مع الاتحاد ومع الجمهور الآخر طبعا. فهذه شخصيته، شخصية فيها الكثير من خليني أقول لك التحدي اللي يوصل لدرجة الاستفزاز اللي ممكن الجمهور يقرأ فيه. هو شايف أنه هذا الشيء يمكن محفز له، شايف أنه ما حد رد عليه، شايف أنه يمكن بس أبو صقر دحين اللي رد عليه ولا حاجة زي كده. لكن هو في الأخير في اللعب في الملعب خلاص أرقام وأهداف، لكن طيب كشخصيته ترى ممكن ينجح، ليش لا؟ طيب. أهلا وسهلا أصدقائي، ومرحبا بكم مرة ثانية على قناتكم يوسف الخبر. وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، كانوا هادو من أقوى المقاطع اللي لقيت على عبد الرزاق حمد الله من الإعلام السعودي. أصدقائي أجلنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تخلوش علينا باللايك بالإعجاب على الفيديو، وذلك بالآراء ديالكم في التعليق. نقول لكم خوتي الأعزاء، تلقاو في فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.